اللهم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا انك بكل جميل كفيل، انت حسبنا ونعم الوكيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. راح اشرح لكم المرحلة الاولى من جهة اليمين في البداية عند خروجك من البراميل ومتجه الى جهة اليمين. طبعا في ناس تسأل تقول والله ما نعرف بالضبط متى نكسر ستيرينج عندما خروجنا من البراميل. العملية جدا سهلة. أول حاجة لما تطلع من البراميل أثناء خروجك من البراميل ركز على المرايا جهة اليمين. إذا رحت اليمين ركز على المرايا جهة اليمين، تخلي المرايا متساوية مع البرميل اللي راح توقف فيه. لما تشوفها متساوية من هنا تقدر أنت تلف الستيرينج كامل وتتجه ببطء شديد طبعا الى الموقف جهة البرميل اللي موجودات، ومن هناك تعدل الستيرنج طبعا وتوقف. نحن في جهة اليمين نرجع البرميل الخلف من جهة اليمين. طبعا عند وقوفك في البرميل هذا حاول انك توقف جهة اليسار اكثر، ومن جهة اليمين يكون المكان أوسع، يعني من اليسار ضيق ومن اليمين أوسع. بعدها تركز طبعا على البرميلين اللي هو رقم 1 ورقم 2. طيب لما يظهر بهذا الشكل حاول يكون تركيزك على البرميل اللي في الوسط. بعدها ممكن ان تكسر ستيرنج فل على اليمين وترجع ببطء شديد نفس الشيء، وتنظر من المرايا لجهة اليمين في اليمين من البداية. وأثناء رجوعك حاول تركز من أول برميل إلى آخر برميل لما يكون متساويات من هذا المكان أنت لازم توقف وتشوفه متساوي. طبعا وقف وعد الستيرنج سيدة، من ثم انظر مرة ثانية اتأكد أكثر من اليمين ومن الشمال، وبعدها رجع ببطء شديد وأمورك طيبة إن شاء الله. العملية جدا سهلة وبسيطة، أهم شيء يكون التركيز موجود. لما يكون التركيز موجود طبعا راح تجتاز هاي المرحلة. البراميل حقيقة ما صعبات، يعني أهم شيء المقاييس يكون ضابطة عندك، تركيزك موجود، الأمور طيبة بإذن الله تعالى. أثناء رجوعك نفس الحالة من اليمين يكون بهذا الشكل، يعني بين البنفر والبرميل مسافة قدم فقط لا غير. بعدها تكسر وترجع على الخلف وامورك طيبة بإذن الله. طيب اخواني، الان راح نطبق المرحلة الثانية من جهة اليسار. عندما خروجك من البراميل حاول انك تركز على المرايا الجانبية اليسار تكون متساوية مع البرميل هكذا. من بعدها طبعا تقدر تكسر ستيرنج كامل يسار وتتجه ببطء شديد مثل ما اتفقنا، وراح تكون في الموقف بين البرميلين. وهنا طبعا تحاول توقف من جهة اليسار يكون المكان أوسع ما بين البرميل والبنفر، ومن جهة اليمين يكون ضيق، يعني عكس الجانب الأيمن. لما رجعنا نحن الآن في الجانب الأيسر، وحاول تركز طبعا من جهة اليسار من النقطة العمياء اللي هي هذه. لما تكون بهذا الشكل البراميل يوضحن عندك الثلاثة هذك، ويكون هذك البراميل رقم 1 ورقم 2 من الجهة. ركز على البراميل رقم 2 يكون طبعا بهذا الشكل واضح. اكسر ستيرنج كامل يسار وانظر من المرايا اليسار طبعا، وارجع الخلف ببطء شديد.
لما ترجع بقطع شديد حاول انك تركز تركيز البرميل الاول مع البرميل الاخير يكون خط متساوي بهذا الشكل، وتنظر ايضا من مرايا اليمين تشوف الامور طيبة من هنا وهنا، تكسر ستيرينج سيدة، بعدها ترجع وتنظر مرة ثانية للتأكد أكثر وتمشي ببطء شديد وأمورك طيبة بإذن الله.